أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقلنا في تكرارا ومرارا أن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الله تعالى قد مدح هذه المجالس، فقد أكرم الذين يجلسون في هذه المجالس عندما قال الله جل في علاه: قالت الملائكة: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. فقال الله جل في علاه: قالت الملائكة: جاء فلان لحاجة، يعني ما جاء للطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وبينا قبل ذلك بأنه من الصفات والسمات التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أن يكون ناصحا لهذه الأمة، لأنه يتسطر بعد ذلك ليكون في مقام الأنبياء. والنصيحة هي أعظم ما تقدم به عبادة لله جل في علاه طالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثة للتكرار ولجذب الانتباه وليعي المرء ما يأتي. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد لطالب العلم أن يكون ناصحا أمينا، وأن ينصح طلبة العلم أيضا أو يستحث ويستنهي الهمم طلبة العلم على طلب العلم أن يكون منصفا، لأن الإشكال، كل الإشكال في الزمان الذي نعيش فيه الآن حتى في هذه الأوقات في الأوساط الملتزمة التحزب، وأصل التحزب التفرق. الحزبية ممقوتة، الحزبية بدعة مميتة، وهذه الحزبية هي التي تؤدي إلى الفرقة. إذا وجدت أن التحزب يفرق فاعلم أن أصحاب هذا الحزب على بدعة مميتة، لأن كما قال علماؤنا: أمرا رسموه لنا، أمرا جللا، السنة تجمع والبدعة تفرق. ولذلك أنت ترى بعض الأقوام يدخلون 9 يخرجون 15، يجلسون مجلسا 9 يخرجون 15 مجلس. هؤلاء من البدعة بمكان، لأنهم يفرقون كالقنابل الإنشطارية. وترى اليوم صاحب سنة وغدا صاحب بدعة، وبعد غد صار مبتدعا أيضا ضالا. هذه أم المصائب التي نعيش فيها، وهذه مصيبة من المصائب التي نعيش فيها في الأوساط الملتزمة. ورم سرطاني آخر نعيش فيه، يعني بعضهم يقول: نعم نتعلم، ولابد أن نأخذ من المحبرة إلى المقبرة، ولابد أن ندور على مجالس العلم، وأيها السلفيون ما لكم إلا طلب العلم. ثم بعد ذلك تراه يتحزب، لا يأخذ العلم إلا من شخص، وشخص ممكن يكون ليس بعالم، ليس بطالب علم، لكن هو يريد أن يأخذ من هذا فقط لأمر ما، ولأنه تحزب على شخص ما فقط ما يريد أن يأخذ من غيره. وهذه مصيبة كبرى. ولذلك أنا سنفرد يعني بعض الدروس في المبتدأ الكلام على يعني شدة خطر التقليد على هذه الأمة، شدة خطر التقليد على هذه الأمة. أن المقلد أول ما يجنيه المقلد على هذه الأمة طمس معالم الكتاب والسنة. المقلد هو يعمل إعمالا شديدا على طمس الكتاب والسنة، لأنه يعني مقلد أعمى. فلا، إذا قلت قال الله قال الرسول، يقول لك: شيخ يعلم ذلك، أنت لا تعلم وشيخ يعلم ذلك، ولا يخفى عليه هذا الحديث. شيخ يعلم ذلك ولا يخفى عليه هذا الحديث. أيضا يمكن أن نقول بأن المقلد، نعوذ بالله من الخزان، يزدري الاستدلال بالكتاب وبالسنة. فمن أعظم الأخطار التي على هذه الأمة في المقلد من التقليد هو طمس الكتاب والسنة، طمس هوية هذه الأمة. الأمر الآخر إعمال وقف الاجتهاد في هذه الأمة. والأمر الثالث المهم جدا محاربة من يتكلم بالدليل. وذلك أنا عشنا هذه الأوقات مع بعض الذين يتعصبون لبعض الأشخاص، لما تأتي بكلام في مسألة ما يخالف هذا الكلام يقولون خالف الإجماع، ويحاربونك ويقولون أتى بدين جديد، كأنك كالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عندما أتاهم بالتوحيد، تأتي بدين جديد. هذا الذي يحدث، وهذا الذي نراه في الأوساط الملتزمة. فالحق كل حق، الإنصاف عزيز والإنصاف قليل. وأما قوم تراهم يعني يترسمون خطى العلم وهم يتحزبون، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم بحال من الأحوال، وليسوا من العلم بمكان بحال من الأحوال. مجالسهم صرصرة وغيبة ونميمة وهتك أعراض العلماء، فهؤلاء ليسوا علماء ولا بطلبة علم بحال من الأحوال. والآخرون الذين يتحزبون شخص ما قاله شيخي هو الحق،
وما قاله غير شيخي ليس بحق ولا نأخذ منه بحال من الأحوال. وتحزب كما قلنا وتقطيع الأمة، وهذا يعني يعمل في الأمة الفساد والانقطاع، ويعمل في الأمة ما نراه الآن أنها تشرذمت أوزاعا ثم بعد ذلك سهل على أي أحد أن يقطعها كيفما شاء ويقطع أوصالها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه جل وعلا بثلاث، قال: ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يجعل بأسها بينها فأبى علي ذلك فمنعنيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى أنه لما دعا الله، لما أن الله تعالى قال له: ولا أصلت عليها عدوا من غيرها إلا أن يستبيح بيضتها إلا أن يستبيح بعضهم بعضا، فإذا استباح بعضهم بعضا سلط الله عليهم أعداءهم الآخرين يستبيحون بيضتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحق المخلص يظهر بأنه يقول: إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة، إن كنت في المؤخرة ففي المؤخرة، في القلب في القلب. المهم من ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن الراية تكون مرفوعة. هذا الذي لابد أن نبحث عنه ولابد أن نتكلم به. لكن أنا أقول: إن أردت أن تحضر العلم فاحضر العلم عند فلان وتحضر عند غيره، فهذا التحزب المقيت، وهذا التحزب الذي يقطع الأمة. واعلم أن هؤلاء الذين يقولون بذلك فهم من أهل البدعة، فإياك وإياهم. فلابد أن تناصحهم في الله، وأن تبين لهم أن الدين يأبى عليكم ذلك، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم: الدين النصيحة دين النصيحة، وقول الله عموما: وتعاون على البر والتقوى يأبى ما تفعلون. إلا إذا قالوا: لا، هذا مبتدع ضال وبدعته بالدليل بالكتاب كذا وبالسنة كذا وبإجماع السنة كذا. وأقمنا هذا الأول، اثبت أولا، ثبت عرس منقش أن هذا الذي ننفر الناس أو لا نتكلم أو لا ننصح الناس بسماعه هو مبتدع، فثبت العرس ثم انقش. كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. إن كنت حقا رمت الدين ورمت الديانة ورمت الإخلاص، فأتي بالدليل الصريح على البدعة التي هو فيها، اثبت ذلك بالكتاب والسنة واجمع على السنة. وإذا أثبتت ذلك لابد أن تثبت لنا أنك أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة. فأبى وشمخ بأنفه وتكبر، فهذا لا كرامة له، هذا لا كرامة له، وهذا لابد أن ننفر الناس منه حق، لأن هذا من باب الدين النصيحة. لكن رجل على السنة ورجل يشرح السنة ورجل له باع في السنة وأثر يظهر ذلك، ثم أنت لأنه خالف شيخك تحاول أن تنفر منه الناس أو تحاول أن لا تنصح الناس بأن يسمعوا له، أنت رجل مبتدع ضال، أنت رجل في هوى في قلبك، وكيف تنجو عند ربك بهذا؟ أنت تعمل الفساد في الأمة، أنت تعمي على الناس الحقيقة والحق، لأنها أتت من غير الشيخ الذي تتمنى أن يكون الحق خذتها، الشيخ الذي تحبه أنت أخطأ، فلما تجمع الناس عليه وهو قد أخطأ؟ فعليك أن تقول: هذا شيخ مبجل كريم فوق رؤوسنا لكنه أخطأ. ما عندنا آلهة، نحن هو إله واحد، وما عندنا أيضا أنبياء، هو نبي واحد. والله تعالى ما قالوا: ما أتاكم الصحابة، ما أتاكم التابعون، ما أتاكم المجتهدون، لا، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه ما أتاكم عنه ومنهاكم عنه فانتهوا. ولما قال: فاسألوا أهل الذكر، هذا مجمل يفسره الآيات الأخرى، إيش التفسير؟ قد يقول قائل: أنت قلت الآن قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه، وتقول حصرا وقصرا على الرسول. لا، نحن نريد عليك أمرا آخر، قلت: هات الإراد، قال الإراد: قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهو رجعنا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هم الفاصل بقى شغل ليه عشان يضحكوا عليا، عشان كانوا جماعه بيتكلموا ويبقى ايه اللي قال صح يبقى دخل في رجلين وانتهى الموضوع. لا لا، هم الفاصل ما تنفعش، اللي عنده شيء يتكلم بيه ياتي بيه. ها، ممتاز. هم قالوا الذكر، اهل الذكر الله تعالى احالنا عليهم لامر واحد فقط، لانهم ايش؟ لانهم الثقات الذين فتحوا لنا البوابه التي نصل بها الى وما أتاكم الرسول، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس لأي أحد تأخذ منه، ما العلم إلا قال الله قال رسول، وقال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفاته بين رسول وبين قوم فقيه. فهذا الفقيه أنت ترجع له، لأنه الذي يردك إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الله تعالى قد قالها جزما في كتابه كاشفة: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى الشيخ أحمد شاكر، أو إن لم تجدوا هذا ولا ذاك فارجعوا إلى الشيخ أحمد طه ريان. صحيح؟ ما لم يقل ذلك. قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى والرسول. ها لا أكملوا الآية: ذلك أحسن. لا ذلك خير وأحسن. وإيه يبقى؟ وما تنازعتم فيه من شيء فإيه فحكمه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أو إلى الرسول، طبعا لأنه الذي ينقل عن الله جل وعلا حكم الله جل وعلا. ففي التنازع فصل الخطاب هو قال الرسول، لا قال الشيخ الفلاني والعلاني. بحال من الأحوال عظم من شئت من الشيوخ وقدر من شئت من الشيوخ، إن لم تفعل ذلك فلا ديانة. الديانة الرقة في الديانة عدم معرفة الفضل أهل الفضل، بغس الحقوق رقة في الديانة. لكن أيضا نحن بين طائفتين، غلو وجفو، منهم من يعظم إلى أن أوصلوا درك الوحي ودرجة الرسل لا يخطأ بحال الأحوال والكلام لا نقبله، ومنهم من إيش من جفى وأهدر حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يعرف صغيرا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. إيش؟ ويعرف لعالمنا حقه. ولذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة: أمرنا أن ننزل الناس نستفيد من هذه المسألة فائدتين مهمتين جليلتين. ما هما؟ كل شخص قدر قدر الذي يستحق. ممتاز، انت دي فهلوة شامية بس يعني تحوم حول ما نريد. جيد، نريد الإيضاح. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيها أمران. ممتاز، ده الذي أريده. الأولى عند ظاهر النظر ومن أنسنا منازلهم ألا نهدر حقوق الآخرين، وأن نعرف الفضل الأهل الفضل، كما قيل: يا أبا بكر لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك كان الإمام ابن تيمية وغير ابن تيمية يقول: نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل أهل الفضل، نادى على نفسه بالنقصان. لذلك الحافظ ابن حجر لما ابن حزم تكلم على الترمذي وقال مهجهول، الترمذي مجهول؟ أيقال في الترمذي مجهول؟ لا عجب على ابن حزم، ده اتهم البخاري بالتدليس، ما هو المسألة سايحة. لكن يعني كان بعض المحدثين من الأزهرة، كنت أتعلم على هذه علم الحديث جزاه الله خيرا، لكن هو كان في جامعة الإمام، فكان يعني صراحة حصل بيني وبينه مشدة في مسألة عقدية، لكنه ما طرحني أرضا وقبل مني المراجعة، لكن تعلمت منه كثيرا. كان من ضمن اللفتات اللي أنا أخذتها منه لما تكلمت معه على ابن حزم تكلم في البخاري، قال البخاري، طبعا الأزهرة لهم لفتات كده وكلمات عجيبة جدا، البخاري ده جابل يا ابني، لو جبت صاروخ اسكود عليه ما يأثرش فيه، جيب صواريخ اللي انت عايز تجيبها. فهو طبعا كلمات عجب، لكن هي كلمات عظيمة تدلك على ان هؤلاء القوم يعرفون قدر هؤلاء العلماء. يعني مثل البخاري يتكلم فيه ولا يؤثر، جمع ائتي بجم غفير يتكلم في البخاري. ده الآن البخاري في الصعيد عندنا بيحسبوه قرآن، بيحلف فيه. البخاري ليس بلاي، ولما تيجي اصلا رجل يخطئ في رجل وتريد انك تهون من الخطأ ايش تقول له؟ يعني انت بتتكلم انت اخطأت في البخاري، لعظمة البخاري. ومع ذلك ابن حزم يقول ان البخاري مدلس. طبعا هذا خطأ، اخطأ طبعا حديث هشام بن عمار في مسألة اما نعيم نعمين، هي مسألة المعازف اللي هو بيقول فيها: ياتي زمان عمات يستحلون الحره والخمر والحره والحريره والخمر والمعازف. كلام ضعيف جدا كلام ابن حزم، لكن اقصد ابن حزم كان بذلك وقال بالترمذي، قال مجهول. الحافظ ابن حجر يقول: نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما قال ابن الترمذي مجهول. كيف الترمذي مجهول؟ الترمذي من اتقن الناس في علم الآلة الذي اخذه من البخاري. الترمذي من أنجب تلاميذ الإمام، لم يقل عن مسلم بحال من الأحوال. فتقول عن الترمذي مجهول، وهذا المقصود أننا أولا لا نعرف لأهل الفضل فضلهم ولا نهدر المكانات. الثاني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لا فوق، كما قال الأخ الكريم، لا فوق المنازل، يعني ما نغلو. لا ده أنت تقارن البخاري بالأنبياء. هقول لك كيف. البخاري وريث النبي، ولذلك الرؤية التي رؤيت للإمام البخاري، فهم كيف؟ أن البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والبخاري إيش؟ على أثره يمشي. طبعا أولوها للبخاري أنه سيتتبع ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجليها للناس ويذب الموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ليست مقارنة، لكن هذه إيش؟ ملازمة، أن العالم وريث النبي والوكيل ينزل منزلة الأصيل، لكن لا أقول إن هو نبي،
من قال بأنه هو نبي كفر، اللي يقول البخاري نبي فقد كفر. فهم كيف؟ لا ده سائر كواكب العالم، العالم فضل العالم، هو النبي اللي قال ذلك، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هو هذا احنا ما احنا انا في بدايه الحديث ايش قلت؟ قلت لا اله عندنا ولا انبياء غير نبي واحد، مش هذا الذي قلته. لكن نحن نقول بقى لا نهدر المكانات. ما تيجي تقول لي هو البخاري نبي، هقول لك لا، ده هو وريث النبي. وضعت الامرين اهو، اولا نفيت انه يكون نبي ولكن اثبتت انه وريث، هذا هو. ومن انزل الناس منازلهم لا فوق ولا تحت منازل، هذا هو. فعندما غلو لفوق الله جعل قال ويل للمطففين. اما تيجي تقول العالم هو فلان الفلاني ولا اخذ من احد غير هذا العالم، اذا افتى بها اخذت والا فلا اخذ. انت تحجر واسعه، انت رجل اصلا مقيت، انت تريد كما بالضبط بالضبط كما قال الاعرابي للنبي اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم احدا ايش بعدان، فقال تحجرت واسعا. نفس الامر ان حصرت العلم في شخص تحجرت واسعا. كيف رحمه الله بالامه؟ اذا قلت ذلك اعلم ان الساعه على الابواب، انه لن تقوم الساعه الا ان يقبض العلم، يقبض بقبض العلماء هكذا، ولا يبقى في الارض من يقول الله الله. لكن شيخ بلا شك ان البخاري رحمه الله في الفضل ياتي بعد الصحابه. طبعا طبعا هذا معروف، الصحابة أعلم منه. إحنا لو نتكلم بتفاوت الدرجات، كل عالم وكيل النبي وبينهما تفاوت كما بين السماء والأرض في الدرجات. مش ابن حجر ابن رجب الحنبلي قال ومراتب العلماء ثلاث، قال فأرقاها وأسماها وأعلاها المحدث الفقيه. نعم، من جمع الله بين العلمين له فهذا المتقن بحق. أما أنت تجد رجل لا هو فقيه ولا عنده إتقان في أصول الفقه، وإذا تكلم بالحديث قال أنا أبو الفلان الأثري وأبو فلان الأثري، دي تثبت أنك علم حديث؟ تعال ننظر لك في 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 عضد المسائل في الحديث، في الكلام على العلل، في الكلام على الشذوذ، في الكلام على الترجيح في توثيق الرجل الراوي وتضعيف الراوي، هذا الذي يثبت علمك في هذا الباب. مفهوم كيف؟ لكن انا اطلع انا عالم عشان انا بجرح وبوثق في الناس، وانا عالم انا مش يحيى بن معين، الا اذا كان هناك ضوء يثبت علمك، والعلم اثره يظهر، العالم اثره يثبت علم، ليست بالدعاء. ولو كان بالادعاء يبقى مصر كلها أم العلماء، هم أولى الناس بالادعاءات. ليش؟ لأنه ما يستطيعش يقول لك أنا بجهل شيء. وأنت عندك مصر لو طلعت من خطبة طيبة من راجل فصيح هتلاقي كل طلع يا ربي إيه ده ابن تيمية يمشي بين أرجل الناس العز بن عبد السلام، هو ده اللي عايشين فيه، غلو ما يعلم به إلا الله. يحدث ولا ما يعلم؟ أنتوا فين؟ أنتوا من رواندا ولا من توافقوني على هذا ولا تخالفوني؟ أصل مش نعرات قبلية، توافقوني ولا تخالفوني؟ تعاتبوني؟ موافقة بشدة ولا لا؟ الفضائيات من السنين الطوال اللي فاتت بينت لكم ذلك. طول ما انت داخل ومعنا الآن خطبة العلامة الفهامة البحر البحور ويم مش عارف الأنهار، صحيح ولا لا؟ وبعد ذلك تعالى يا عم في مسألة فيها ما فيها من العضل، فين البحر؟ صار ترعة، والترعة بعد كده صار وبعد كده زجاجة وبعد كده مفيش مية، الجدب والقحط وصل على الأم، وهذا اللي بيحدث، صحيح ولا لا؟ الغلو يضيع الناس. ولذلك أنا أقول دائما الله تعالى لو نضع نصب عيننا حديث وآية يضبط لنا المسائل. الآية إيش قال الله تعالى في سورة آل عمران؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، من لبس ثوبا أوسع منه قريبا ما ستر ساق قريبا ما ويوقع الله، الله هو الذي يوقعه. المنافق يؤتى بنقيض قصده، لو رام الله لو أراد الله جل في علاه لأحق الحق ووضع شيء في موضعه. وعندما يسأل يقول لست لها لست لها لست أنا العالم الفلاني. لكن المشكلة عندنا كبيرة في هذا الباب، فوضع الشيء في نصابي مهم جدا. لذلك أنا أنهى الإخوة عن التحزب وأقول التحزب أصل البدعة، والتحزب يصل بالإنسان إلى التفرق. وأنا أدين الله وأشهد الله، اللهم يا رب العالمين فرق جمع أي واحد يتحزب يا رب، أيما أحد تحزب فهو يريد البدعة، رمى البدعة. إلا من تحزب على إيه؟ على الله وعلى رسوله. حزب الله هم
المفلحون. يبقى إذن التحزب على الله وعلى الرسول تأتي من وين؟ يبقى على الكتاب وعلى السنة. هي هذه. وتتحزب على الصحابة نعم، ولكن حتى التحزب على الصحابة مشروط، مشروط. ولذلك لما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا الآن إيش الفرق بين الطاعة هنا والطاعة هنا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، فجعل طاعة أولي الأمر إيش؟ تابعة. ولذلك أنت ترى في 30 موضع من كتاب الله أفرض الله بها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أتكم الرسول فخذوه، ومن أتكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. في 30 موضع يصرح فيها بطاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة الأمور جعلها إيه؟ جعلها تبع. ولذلك طاعة العلماء أيضا، لأن الولاة كما قال الإمام أحمد تفسر وأولي الأمر منكم على العلماء وإيش والأمراء، طبعا بالضبط الشرعي المعروف، حتى العلماء طاعتهم لا تكون إلا إلا بطاعة طاعة الله تبع الرسول. فالتحزب على شخص دون أن تدري هو الحق معه ولا معه، لذلك العلماء أجمعوا أولا بعدما شنوا حملة عظيمة على المقلد، تعلمون من أهل البدع من المعتزلة أو غير المعتزلة يرون بأن المقلد لا توحيد له، توحيده لا يستقيم، فالمقلد توحيده لا يستقيم، طبعا هذا مخالف لأهل السنة والجماعة، وإن كان مذموما لكن يصح توحيده إن كان مقلدا، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وهذا على العموم ليس على الخصوص، ليس على الخصوص، هو على العموم، لكن مع الذنب للمقلدة، مع الذنب. لكن بعض أهل البدع يرون كفرة، يرون عدم صحة الإيمان، عدم صحة الإيمان. فلذلك العلماء وبعد ذلك لما قالوا أنه يصح توحيده اتفقوا اتفاقا تاما، قالوا وأن المقلد هذا معنى الكلام تبرأ ساحته إذا قلد شيخا عليما دينا، هو هذا يظن فيه الدين والتقوى والعلم، مش دين وتقوى وما في علم، ما يقولش شيخي بيصوم النهار وبيقوم الليل، شيخي يتصدق بكل مالي، شيخي وكل وقت شيخي مبذول للناس، هذا ليست علامة على إيه؟ على العلم. قل شيخي عالم متقن في الحديث دراية ورواية، شيخي بحر في الفقه، في أصول الفقه، في القاعدة الفقهية، هذا الذي يمكن أن أرتكز عليه عندما أستفتيه. لكن نقول هو استفتى عالما ويرى أن هذا العالم وهذا الدين وهذا التقي النقي جيد جدا، لكنهم قالوا بالإجماع إن غلب على ظنه أن الحق مع غيره وجب، خلع نفسه من شيخه والأخذ بقول الذي يظن بأنه على الحق. هذه مسائل دقيقة جدا أنا أربي فيها طلبة العلم أولا قبل أن نبدأ في أي درس، إن هذه تأسيس لطلبة، أنا جئت هنا أتأنتوي ويعلم ربي تنشئة طلبة العلم، وأذهب في أي مكان آخر لو في سرداب التاريخ على ما عشت فيه أيضا تنشئة طلبة العلم أو من الحجارة، لأن هذه الأمة لن تنجو إلا بطلبة العلم. قبل أن نبدأ الدرس السؤال موجه لحضرتك، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، ما وجه الأوامر في هذا الحديث؟ من صمت نجا إلا في هذا الموضع. لا ده في ده المسألة جاية مضاعفة للبشمهندس، أنت تحسب نغفل عن الذين يتقاعسون؟ بشمهندس دوره جاي الآن، أنت أخف، ابتدأنا بك أخف لأن أنت تغيبت يوما واحدا، لما هو تغيب يومين ثلاثة أيضا، يعني شوف الفهلاوي كمان متربص بيه الدواء. أنت كنت في عمره؟ أنا ما عهدت عليك التقاعس، فلذلك خلاص أنت حبستني، خلاص ما استطعت أتكلم. يبقى إذن السؤال الثاني سيوجه إليك أنت، يعني سيرد عليك. أجب لما تغيبت أنت ما أجبت لأنك تغيبت، ولو جئت لعلمت. خد تعالوا هاتوا تجيبوا تيجي ربينا من المطار، افضل ضيافه تقول له ضيافه على الرحمن، انا وانت ضيف على الرحمن، هذا هو، ملاش حل غير ذلك. تاتي به هنا يسمع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فيكتب وتكتب معه. سمعت الدرس؟ تخلفت عنه لعذر غير مقبول، سمعت الدرس؟ هذا تقاعس.
الأستاذ الكريم مهندس برضو طبعا تبخت مهندسين صح؟ لا لا سيب لا انت خرجت منها انا انت تغيبك انا ايه غضيت الطرف عنك في بعض التخلف لان انا اعلم انك حريص. اي واحد بعرف ان هو حريص بأشير اشارات بضرب اللي جنبه عشان ايه؟ اضرب المروط يخاف السايق عشان ما يسيبش تاني فقط فاهمني؟ نعم انا تغيبت 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 يعني انت موجود الدروس الثلاثه؟ انت تذكر انت سمعت مني حديث اذا وقع ذباب في اناء احدكم؟ طب لا ما تعمل انت مش محامي انت مش محامي مالكش دعوه انت بحق خالص. طب كيف ما تغيبت وانت ما سمعتش منها؟ والله نسيت فعلا بس جيت لا يمكن ما جيتش ده شغل تاني بقى انت كده ايه؟ يعني انت لابس طاقية لخفة يعني انت ايه انت يعني انت عايز يعني انت ما تتغيب. تكلمنا قبل ذلك وقلت لك افضل ما في طالب العلم هو الايه؟ الاستمرار. الشافعي يقول بعد ما ذكر ست صفات قال من اهم صفات الايه؟ طول زمان كثره الملازمه. يعني نختم بك الاسئله للاخوه الاخرين وبعد ذلك من تغيب فليهيئ نفسه لما سياتي. هيكون في اختبار خاص امتحان خاص له. جيد؟ طيب اليوم ان شاء الله الكلام على اصول الفقه وقلنا كل العلوم ترتكز على هذا العلم التكليف وشروط التكليف. التكليف لما اتكلم عن خطاب الشارع اتكلم عن الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه الاحكام الشرعيه. طب الاحكام الشرعيه تمر على من؟ هي تعنى بمن؟ تعنى بالمكلف. فاذا كانت تعنى بالمكلف فيبقى عندنا مكلف وعندنا امر مكلف به. اما والامر المكلف به هتدور عليه الاحكام التكليفيه اللي هي الاحكام الشرعيه والوضعيه التكليفيه والوضعيه. يبقى اذا هذا ارتباط الوثيق. تكلمنا عن الاحكام لانك سترى المكلف به الامر المكلف به تدور عليه هذه الاحكام اما ان يكون واجبا اما ان يكون مستحبا اما ان يكون حراما اما ان يكون مكروها او يدخل تغليبا يكون مستحبا او نقول هناك المكلف له ضمانات إذا أتلف شيئا حتى لو لم يكن مكلفا هيكون فيها أحكام الوضع. يبقى الكلام هنا متناسق بأننا لما تكلمنا عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ناسب أن نتكلم عن المكلف نفس المكلف والشروط التي لابد أن تتوفر في المكلف حتى يثاب أو يعاقب. من هذا المكلف الذي سيسأله الله جل في علاه؟ لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. صحيح؟ حاشا لله هذه ليست بآية. الآية إيه؟ إلا ليعبدون. يبقى المكلف الذي يعبد الله جل في علاه ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر فيه حتى تترتب عليه الاثار في الثواب او في العقاب. يبقى الكلام سيكون عن المكلف والشروط التي لابد ان تتوفر في المكلف. تتصور انت الدرس الذي سناتي به الان التصور يفتح لك الابواب المغلقه وبعد ذلك اذا تكلمنا عن المكلف والشروط التي تتوفر فيه المكلف به الاوامر المكلف به ما هي شروطه حتى نقول بان المكلف هيترتب عليه اثار ذلك ثواب او عقاب ثواب او مساله الضمانات. فاذا هنتكلم عن المكلف والمكلف به الكلام على شروط لابد ان تتوفر في المكلف حتى يثاب او يعاقب لان الله جل وعلا لا ياخذ الناس على العموم. ان الله جل وعلا بين من هذا الذي يمكن ان يحاسب او لا يحاسب. الشروط لابد ان تتوفر في المكلف. قبل ان تصل الى شيء احفظ اربعه اشياء وبعد ذلك نتكلم فيها على الخلاف والوفاق والاتفاق والافتراق. لابد ان يكون عاقلا عالما مختارا مسلما. لابد أن يكون عاقلا عالما مختارا أيضا بالغا آسف مسلما عند بعض العلماء لأن الإسلام فيها خلاف. جيد؟ هذه الشروط لابد أن تتوفر في كل مكلف. الشروط المتفق عليها بين العلماء العقل والبلوغ. هذه الشروط متفق عليها. أما الاختيار متنازع فيه لأن لو أكره زيد على الزنا فزنى عند الإمام أبو حنيفة لابد أن يجلد أو يرجم إن كان سيبا لأنه لا إكراه في الزنا. في خلاف في تنازع في جزئيات مسائل الإكراه اللي هي الإرادة مسألة الإرادة وأيضا مسألة الكلام على العلم والجهل هل عذر أو ليس بعذر وأيضا مسألة الإرادة على الإكراه وغير الإكراه. فكل ذلك مختلف فيه والإسلام مختلف فيه. الحنافي يخالفون الجمهور. يبقى إذا نقول نبدأ بالشروط المتفق عليها. الشرط المتفق عليه أولا العقل
شرطان اتفق عليهما أهل العلم، العقل والبلوغ. لابد أن يكون عاقلا بالغا. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء يقولون العقل مناط التكليف. وإذا قلت عقل مناط التكليف يبقى لا عقل لا لا تكليف، انتفع العقل انتفع التكليف. يبقى هنا الكلام أيضا على النظر، بأننا نقول العقل مناط التكليف هذا قيد العقل يخرج زوال العقل وزوال العقل. تصور المسألة بسرعة حتى ندخل فيها. زوال العقل قد يكون بإيش؟ بفعل الله، وقد يكون فعل الإنسان، وبفعل الإنسان يأسم عليه ولا يأسم عليه، هذا زوال العقل. أنت انتهيت من الشرط الأول الآن، تصوره قبل أن نشرح. العلم تصور، لذلك الفقيه المتقن نقول لا يكون فقيها متقنا حتى يتصور، لأن الفتوى فرع عن التصور. تصور المسألة. يبقى إذا نتكلم على الشرط، العاقل هو المكلف، المحاسب هو المكلف، ثواب عقاب نار جنة المكلف، والمكلف لابد أن يكون عاقلا. يبقى زوال العقل ليس تكليف. وننظر في مسألة الثواب والعقاب. يبقى زوال العقل، زوال العقل له قسمان، زوال العقل بإيش؟ بفعل الله، وزوال العقل بفعل الإنسان. فعل الإنسان قد يكون آثما وقد لا يكون آثما. انتهينا من كلية الكلام على العقل. طبعا التفصيل مسألة طويل هنتكلم فيها. يبقى إذن زوال العقل بفعل الله كإيش؟ الجنون. ممتازين الحمد لله يا رب. الجنون وإيش ثاني؟ المسخوط. ما مسخوط ممتاز. المغمى عليه زال عقله، وهذا فعل الله مع إن هذا متنازع فيه. ممتاز، ده متنازع فيه. المغمى عليه زيد أغمي عليه، والإغماء قد يكون فعل الله وفعل العبد، يعني ده يشترك فيه الأمران. تعرفون كيف؟ صح ولا لا؟ الإغماء اللي هو بفعل العبد إيه؟ شرب حاجة. انت مش عارف، انت عندك حاجات كده داخل تواخل. نعم، البنج طبعا الأعمال الجراحية مثلا، فهذا بيزيل العقل. زوال عقله هو زال عقل، زال عقله بفعل نفسه لكن لا يأثم به. طيب، يبقى زوال العقل بالجنون، هذا الأصل. بفعل العبد يأثم ولا يأثم؟ يأثم شرب الخمر، سكر. زوال العقل هذا أيضا فيه خلاف العلماء، هل هو مكلف أم لا؟ كل هذا احنا نقف عند ايه؟ شرط العقل. يبقى نبدا في شرحه ده، وايضا بعد ذلك الشروط الاخرى نتكلم فيها. يبقى وايضا من زوال العقل قالوا النائم والناس النوم هل بزوال العقل ولا لا؟ هذه عوارض الاهليه، وهذا ايضا نفسره الان في الكلام. هل النائم زال عقله ام لا؟ لاننا نقول اصلا النائم لو زال عقله محمد نعم هتزوج الليله الحمد لله ويستيقظ، صح ولا لا؟ يعني توقظه وقت ما شئت ولا لا؟ يبقى ايش الفرق بينه وبين المغمى عليه؟ يرجع بسرعة والثاني يرجع ببطء. المهم عليه لا يتحكم شيء، لا يرجع، لا إلا أن يأذن الله له، صح ولا لا؟ أما النائم فصح أن تنقذه في أي وقت. فهل هذا زوال عقل أم لا؟ لذلك اختلف العلماء في من زال عقله بالنوم، هل هو مكلف أم لا؟ خلاف أيضا بين العلماء. تصورتم المسائل؟ تدخلت في رؤوسكم؟ طب عند التفصيل والبيان تتحلل وتكون سهلة إن شاء الله كالرسم البياني. كل ما بتكلم في المهندسين بقى، ها؟ مين المرفوع عنه القلم؟ ما هو ما قلنا فيها تفصيل. في قاعدة أصولية تقول إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه، ها رأيك؟ تعاقب بالحرمان؟ طيب، يبقى إذن العقل، ما هو العقل؟ العقل عند العلماء هو القوة الذهنية في الإنسان للإدراك، إدراك الشيء، طبعاً إدراك الشيء على إيه؟ على حقيقته. لأنه إذا 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 تصور شيء على غير حقيقته فهذا جهل. عدم التصور جهل، لكن جهل إيه؟ بسيط، ممتاز. التصور المنقلب على غير حقيقته ده جهل إيه؟ جهل مركب. لذلك حمار الحكيم قال لنا بحكمة عظيمة، هو حمار لكنه أتى بحكمة ينتفع بها بين البشر. إيش قال؟ قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. أرأيت؟ الحمار يقول عن نفسه أنه جهل بسيط ما يعرفش، لكن بقى المشكلة كلها الذي إيه؟ يقول أعلم وهو لا يعلم. هذه المشكلة. يبقى إذن العقل قوة ذهنية لإدراك تصور شيء على حقيقته. وقيل برضو أيضا العقل هو الهدوء والوقار والسكينة. نعم، احنا في عرفنا تقول إيه؟ رجل عاقل، تقصد بها إيه؟ وقور وسكينة وله المهابة. وأيضا تطلق على
العلم الحاصل على المقدمة والنتيجة، الضربة والممارسة، التجربة. بالضبط بالضبط كالأطباء بقى الآن، الطبيب يعرف أن البنادول للصداع، من وين أتى بذلك؟ بالتجربة. بالتجربة. فهذا أيضا العقل، العقل والوصول إلى العلم بإيش؟ بالضربة والممارسة، بالتجربة. هذا أيضا يطلق، دي إطلاقات أطلقها العرب على العقل. طبعا العقل سمي بأبانه عقل، سمي العقل عقلا لما؟ ليعقل. طيب يعقل ايش بقى؟ طبعا لانه بيعقل صاحبه عن السوء، عن الفحش، عن 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 العقاب، عن النار. وذلك انت تقول الذي يتقحم النار على بصيره ليس بايه؟ مين بقى اللي بيتقحم النار على بصيره شطار؟ كفار. ما خلاص الكفار دي خلاص غسلنا حفظنا ايدينا منهم. العالم بايه؟ بالذنب وبالفحش. لا افضل واحد يتقحم النار على بصيره هو الذي يفتي بجهل. الذي يفتي بجهل، شوف أرأيت، الذي يفتي بجهل هذا الذي تقحم النار على بصيرة حقا، وهذا من أجهل الجاهلين، ليس له عقل بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لتعريفات وإطلاقات العقل في اللغة. نعم. قالوا من يأبى رسول، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد الذي أبى هذا الذي لا عقل له. ممتاز. عامة نقول أما دليل شرطية العقل للتكليف هو حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفيق. المجنون الذي ايش؟ الذي اكتمل عقله لكنه غيبه بفعل فعل، صحيح ولا لا؟ طب استخذ المجنون هو من زال عقله، من زال. يبقى اذا الكلام على التكليف نقول التكليف الان وناتي بشرطه. التكليف، التكليف لغة هو الأمر بما فيه مشقة وجهد وكلفة، وهذا عام، لأن دائما الاصطلاحات اللغوية أعم من الاصطلاحات الإيش؟ الشرعية. في غالب الأحوال الاصطلاحات اللغوية تكون أعم من الاصطلاحات الشرعية، وطبعا الأصل أن تقدم الاصطلاح الشرعي على اللغة، طبعا الشرعي يقدم على اي شيء وبعد ذلك اللغه. لكن في اللغه هنا الكلفه، التكليف يعمل الكلفه من المشقه، هو الامر بما فيه مشقه، بما فيه جهد، بما فيه كلف، سواء كان امر الزامي او امر ايش؟ تخييري. يعني عموما هو الان عموما. والاصطلاحي بعضهم قال هو الالزام بما فيه مشقه لانه اخص، وبعضهم عرفه بالاعم قال لا هو الامر بما فيه مشقه، سواء امر الزامي او امر ايش؟ او طلب، طلب ما فيه مشقه من المكلف، كصيام شهر كامل، كالحج، والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها جهادكن الحج والعمر، سماه ايه؟ سماه جهادا، ففيه مشقه وفيه كلفه، كلفه ماديه وكلفه بدنيه. يبقى اذا التكليف امر او طلب الشارع من المكلف بامر فيه شيء من الكلف. شروط التكليف قلنا العقل، وبينا العقل ما معنى اطلاقات العقل في اللغه، واصل شرط التكليف، شرط العقل للتكليف، مناطق التكليف العقل. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها من الثلاث، ذكر والمجنون حتى يفيق. بالاتفاق المجنون ليس عليه، ليس عليه حرج. شكرا ماشي. يعني انت هو ده اللي فرحان فيه، احنا جالسين في الفسحه انا هتكلم على ولا هذه اسمها ايش؟ غير مكلف. ها؟ غير مكلف، يعني ليس عليه، يعني ليس عليه. هات يا حبايبي هات مفردات التكليف يا بابا. ليس عليه صلاه ولا صيام ولا ولا زكاه ولا جهاد ولا حج ولا حموت، حموت بيموتوا يا رب يموتوا. الزكاة واجب، مش انا قلت هذا الدين انه هذا من باب الوضع، مش قلنا ضمان المتلفات لا يدخل في التكليف؟ اذا امتلك نصابا وحال الحول وجب ايش؟ لان في حق الفقير هنا، المساله اسمها محضيه حق الله، اما العبادات فمحضيه حق من؟ حق الله جل وعلا. والاصل في حق الله التسامح، انما الزكاه فيها حقان، فيها حق لله وحق للفقير. صدقة تؤخذ من أغنيائهم، من أغنيائهم العقلاء، وترد على فقرائهم المجانين. فهنا هذا الحديث قيد لنا، قيد الحديث أن الأغنياء العقلاء وقيد صح حمود الله حمود. وماشيين يا اخوان ماشيين، يعني محدش ماشي، ده كله ماشي وسرحان. الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم عموما
ولا قيد؟ أغنيائهم، جمع مضاف، والجمع المضاف إيه؟ يعم. يبقى أغنيائهم. العموم إيش هو؟ أطراف العموم بالله عليكم، أو عام مظلة كبيرة تحتها جزئيات. إيش هي بسرعة؟ العاقل ممتاز، المجنون كويس، ما والصغير ممتاز، هذا الذي يريده. و طب الجنين هيملك ازاي؟ هو ما لا يرث الا بعد ما ينزل. طب وين ماله هو؟ المهم يكون ماله حال اي حول. هو قعد في بطن امه 4 سنين. نعم، ابن عينة ولدته امه بعد 4 سنين، وقيل مالك امه حملت فيه 4 سنين. الله اعلم بهذا الكلام بقى صحيح ولا لا، يعني كله بينزل بسنان، بينزل يجري، يعني هي المساله. وقيل في بعض المحدثين ذلك، وكان كانه بيتدبر امره في الداخل 4 سنين بعد ذلك. يعني على الغرض المقصود بانه عام. وقال فقرائهم ايضا ايه؟ على لكفايته. فاذا حق لا حق العبد، اذا تسامح الله في حقه فلا تسامح في حقه العباد. لذلك القاعدة الأصولية عند العلماء قالوا الأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق العباد المشاحة. ما في مسامحة حق العباد؟ لا، ما فيش مسامحة، مفهوم؟ هذا هو. يبقى إذن نقول مجنون بالإجماع سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه العبادات. طب مجنون زي جنة كان يحب ليلى، وكان يذهب يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب إيه؟ ما حب الديار، انتم مفيش حد عاشق فيكم؟ ما حب الديار ايه؟ انت عاشق بس عشان احسن يضربوك، صحيح؟ شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى جن بها، فبعدما جن عقله ذهب، فلما ذهب عقله دخل ليصلي. من الذي دخل يصلي؟ ما الذي دخل يصلي؟ اجيبوني. مجنون ليلى اللي هو عقله وين؟ ذهب بحب ليلى وصلى الظهر. صحت صلاته ولا ما صحت صلاته؟ في حد اسمه مجنون ليلى؟ يا عم ده مجانين بوسينة وليلى وهند كل مجنون، ده الدنيا بتعج بالمجانين لغايه دلوقتي. مجنون ذهب عقله خلاص، ماشي بيقول ليلى صباح مساء. فين يا ابني هند؟ هي ليلى، كل ليلى، اشرب ليلى، نام ليلى، ذهب عقله. انا مالي من القصه؟ انتوا بتبحثوا عن رجل الجنة ولا لا يا جماعه؟ مش العلم تصور، انا بضرب مثلا لطلبه العلم تقريبا للعلم. خلاص سيبوا مجنون ليلى وخلوه زيد جن بهند، وجن حقا ذهب عقله. طيب ودخل يصلي، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ليش لا تصح؟ ائتم بالإمام وأنصت عندما قرأ وركع ومكن الركوع ورفع وسجد وأتى بكل شروط وركان الصلاة الصحيحة. متبع يا حبيبي تصح وله الأجر، يا حبيبي تصح والله. ما تقولون بقونا الآن هو لا يؤجر إلا بالنية، ولا نية ليه؟ لمجنون، ماشي؟ له انتوى، له أجر، له أجر كالصبي، له أجر ولا ما ليس له أجر؟ ممتاز، علمه رجل انتوى. من تواش تصح الصلاة ولا ما تصح؟ بس القبول الله عليك. ليه؟ توفرت الشروط والأركان، تصح ولا ما تصح؟ اصبر اصبر، انتوى انتوى، قال انتويت صلي الظهر، شافعي المذهب انتويت صلي الظهر. علمه الرجل هو داخل قال له اسمع، قل نويت أبي قبل أن تصلي، قال والله أنا نويت. حاضر. لا مش عاقل، هذا مطبق لو فهم كلمة لا تدل على إيش؟ على عقله. لكن احنا بنفترض لو أتى بالعبادة ينكر عليه يحمل ويلقى، هذا الذي أريده. هذا هو النزاع في أجره، وليس النزاع في إيش؟ في أجر الصبي. الصبي له أجر، هذا رجع صحيح، غير مكلف وله أجر. كل ما يعمل من طاعات له أجر فيها، ومن معاصي ليس له سيئات. يبقى المجنون بالإجماع سقطت عنه التكاليف ولو أتى بها. طب هذا في الدنيا يعامل وتسقط عنه برأة ساحته، وتسقط عنه وتسقط المطالبة. في الآخرة، في الآخرة يمتحن. ما فيش أحد بقى يقول إن المجانين هيخشوا الجنة، يعني هم دايما شاع عندنا المجانين في نعيم، وشاع في بلادنا إن أنت أصلا أولياء الله هم إيه؟ يا غلط أولين دهليل. وهذا شو أعوذ بالله خلط في المفاهيم عشان ينفروا الناس من الأولياء. ده الأولياء الله جعل قال من عاد لي وليا فقد هذا توب الحرب.
المجنون لا يكون وليا بحمل الأحوال، لكنهم يظنون أنه في الجنة وليس كذلك. المجنون يمتحن كما امتحنت أنت، الله حكم عدل، ستكون له الحجة يوم القيامة. ولذلك الإنسان قال أربعة، أربعة لهم حجة يدلون بحجتهم يوم القيامة، منهم المجنون. فالمجنون يقول أتاني رسولك ولا أعقل عنه شيئا، فيوم أن يدخل النار، فإن دخلها كانت برضه مسلما عليه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فإن أبى كان من أهل النار، والله أعلم بما كانوا يعملون. هذا حال من زال عقله في الدنيا، من زال عقله في الدنيا فليس مكلف، لكنه يوم القيامة يؤمر بدخول النار. هل هذا التكليف؟ نعم تكليف في العرصات لا في الجنة، لأنه بعض الشبهة الذين يقولون بأن كيف تقولون بالتكليف في الآخرة والآخرة ليست إيش؟ دار تكليف. نقول نعم الآخرة بداياتها عرصات يوم القيامة، ليست آخرة، الآخرة جنة أو، ففي العرصات يمكن التكليف، وده لا يحدث. ويحدث في هذا الباب هو السجود، سيكون سجودا لله جل وعلا في العرصات عندما يأتي مع الصورة التي يعرفونها. إذن هذا الأول، المجنون الشرط العقل. نقول ويتبع ذلك المسألة قيد العقل، يخرج بذلك من زال عقله، زال عقله بجنون أو زال عقله بإيش؟ بإغماء. إذا زال عقله بإغماء فالأئمة الثلاثة، وهو قول الإمام الشافعي نصا بأنه غير مكلف، يبقى لو زال زيد عقله من قبل زوال الشمس إلى أن ظهر الشفق الأحمر، فهذا عند الجمهور أنه إيه؟ عليه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب و هم خافوا، هم طلعوا أنصح منك، خافوا فسكتوا، أنا بجرهم وأنت بالزاف تنجر معي بالزاف. أنا قلت دائما الجمهور يقولون غير مكلف، طالما غير مكلف يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ ليس عليه ولا صلاة، ولا صلاة خلاف الحنابلة. فإذا لو قلنا بالتصور الصحيح، مريض زيد كان مريضا وله عملية جراحية في القلب المفتوح، فأخذ البنج أو أغمي عليه، أو الله تعالى أتى بها من عندي أغمي عليه وما أفيق إلا في بعد غياب الشفق الأحمر قبل الزوال، فنقول أن زالت عليه شمس أدرك الظهر إيش مغمى عليه، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، وأفيق في العشاء، يبقى ليس عليه إلا. ليش؟ قلنا لأنه قد زال عقله بين الظهر والعشاء، فمن زال عقله فليس بمكلف، والقاعدة العقل مناط التكليف، ليس عليه قضاء. يبقى إذن أنت لأن تخيلها، رجل عنده عملية، هذه العملية جراحية، خياطة، عملية كسر أو شيء من ذلك، استغرقت العملية أربع ساعات، استغرقت الظهر والعصر، وعندما خرج من العمليات أفيق على المغرب، هذا ليس عليه ظهر والعصر، لا ليس مكلفا، لا يطالب. أنا قلت الحنابلة خلف الجمهور، المسألة فيها الأئمة ثلاثة، ونص كلام الشافعي لما الحنابلة يقولون عليه القضاء، وصحيح رجل أنه ليس عليه قضاء، بل باتفاق أنه لا أغمي عليه قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان، هذا اليوم غير مطالب به، غير مكلف. من زال عقله بإغماء فهو غير مكلف على الرجح الصحيح. ده صلاة ولا صيام؟ أعمل إيه بس؟ أي تكليف؟ غير مكلف. هو مش قادر يقبل هذا الكلام، هياكل اصبعه يعني. ياخد سياتينا رجل بدين جديد، هو لسان حاله بيقول صح ولا لا؟ هذا لسان حالك انت تقول بذلك. الحق انه زال عقله، وزال عقله بفعل الله جل وعلا بالاغماء، فلا تكليف. طيب هذا بالنسبه للزوال. هنا تاتينا مساله اشبه ما تكون بالاغماء، وهو زوال العقل بايه؟ خاص بفعل الله او بفعل العبد بالبنج. فمن زال عقله بإغماء سواء بفعل الله أو بفعل العبد دون الإثم، دون أن إيش؟ أن يأثم، يعني دون شرب الخمر، فإنه غير مكلف على قول الجمهور خلاف الحنابلة، هذا الراجح الصحيح. طب النوم، زال عقله بنومه، هنا النزاع، أصل النزاع فين؟ في زوال العقل. هل النوم يزول معه العقل أم لا؟ هو هذه المسألة. هل الإدراك غير موجود، الإحساس غير موجود أم موجود؟ انظر إلى البون الشاسع، فرق واسع بين المغمى عليه وبين إيه؟ وبين النائم. أتينا بفرقة حسب الله وأغلقنا الباب عليها، وأخذوا يعزفون على من يعني يقول بحلية ذلك، ونحن نقول بحرمة هذا. لا، قالوا بالدف، امرأة عرس امرأة، وأغلقوا الباب ورجل مغمى عليه، ومن الصباح للمساء يضربون بالدف. كم مرة سيستيقظ المغمى عليه؟ ولا مرة. في إجماع في المسألة ولا سيفيق؟ ولا مرة. بإجماع، أنا وإذا أسمع بإجماع
طيب رجل نائم ما فيش مؤسسين ممكن ده صحيح كلامه مو صحيح نائم وأغلق عليه الباب وآتوا بإيه بفرقة حصبات طب لو كان نومه ثقيل لا ما فيش حاجة اسمه لا الدق هذا على دماغ لا يصحى يصحى لا هو طبعا ما فيش غير صفوان بن المعطل في 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 طبعا في الصحابه هو اللي كان لما طبعا لما ضرب امراته لما ذهبت امراته اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صفوان لي علي ثلاث انا ما اخذ ثلاث اذا قمت اصلي ضربني واذا صمت امرني بالفطر يبقى وهي بتصلي ضرب اذا صمت امرني بالفطر واذا ايقظته للفجر لا يستيقظ مثال ثلاثه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل في الحكم لابد من السماع فاتى به فجاء فقال امرأتك تشتكي ثلاثة ثم ذكر الثلاثة فقال رسول الله إنها تقوم تصلي فتصلي بإيه كسورة البقرة يعني تصلي فتطيل وأنا يعني أنا لي حاجة إليه أحتاج إلى أن تفعل كذا وتفعل كذا لي فهي تطيل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تصوم وأنا حاجتي إليها ملحة يعني حاجتي إليها رأيت في الخلاف القمر يعني في ضوء القمر يعني أحتاج إلى امرأتك أحتاج إلى فراش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقر فأما الثالثة يبقى الثالثة هي الكبيرة قالوا له توخذك الفجر فلا تستيقظ قال يا رسول الله إن قوم صدر الباب ده مش أنا ده أبويا وأمي وجدتي كل القبيلة إن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس لو هيفعلوا إيش ما نستيقظ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وراح ليش لأنه ليس في النوم تفريط كما سنبين ليس في النوم تفريط نعم يعني لا يأثم طبعا من اللي لا يأثم مش اللي سهران طول الليل يلعب الورق ويجي قبل الفجر يقول انا اريح عشان حتى تدبر القران الفجر ان القران الفجر كان مشهور طبعا القران الفجر بعد خمس ايام هذا ما يجوز هذا آثم عند ربي جل في علاه ده بعضهم كفروا دي مشكله كبيره الغرض المقصود هنا نقول يستيقظ ولا ما يستيقظ لو كان نائما يبقى هناك فرق بين المغمى وبين يبقى الحق بأن زوال العقل في النوم فيه شك ليس بزائد لا سيما وإن عندي حديث صريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يحتج به من قال بزوال العقل يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منها النائم حتى يبقى النائم رفع عنه القلم فالعلماء وجهوا توجيه رفع القلم قالوا ليس الحكم على إطلاقه بل هو موجه رفع القلم يعني لا يأثم ولا وليس المعنى رفع التكليف كالمجنون وكالصبي في اقتران الثلاث والحديث فيه عطف على ثلاث كلمات الصبي حتى يحتلم او يكبر في الرؤيه الاخرى ها والمجنون حتى يفيق والنائم و و و دلاله الاقتران بعض الجمهور يقولون دلاله الاقتران تدل على الاشراك في الحكم الصبي باتفاق انه ليس ايه مكلفا لا حتى لو له قصد لا ليس مكلفا والمجنون من باب اول ليس يبقى إذن النائم أيضا ليس إيه مكلف مفهوم العلة الثلاثة شوف العقل اللي هي ليه العقل طبعا هو عدم الإرادة وعدم أيضا أن الصبي له إرادة عدم الإرادة وعدم عقل وفهم المكلف به اللي هو الأمر الذي أتى عن لاجل الفعل طيب فهم قالوا الآن النوم فلما كانت المسألة فيها ما فيها من النزاع وفيها ما فيها من الفرق بين المغمى عليه الذي زال عقله بإغماء والذي زال عقله بنوم اختلف العلماء الجمهور يقولون ليس بمكلف النائم ليس بمكلف لما قالوا أنه لا يأثم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث آسف الجمهور قالوا ليس بمكلف نعم وبعض العلماء قالوا مكلف والدلال على ذلك أنه يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بالقضاء إلا من خوطب بالأمر في إعجام في الكلام ولا أردو ولا عربي الحمد لله فقالوا لما أمر بالقضاء دل على أنه إيه كان مكلفا لو لم يكن مكلفا لم يؤمر بالقضاء واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. ثم يعني توسط بين القولين طرفان وسط، توسط بين القولين قول المحققين وهذا الذي أدين الله به. قالوا لا هو مكلف وغير مكلف. هو مكلف وغير مكلف. قلنا كيف؟ قلنا ينصب الأمر على الأداء لا على الوجوب. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا قول الإنسان رفع القلم يعني رفع الإثم. وقت الأداء
لا محاسبة وليس بعاصي، لأنه تخلف عن الفعل لا بإرادته، ولكن أصل الوجوب هو مخاطب به، والدلالة أنه أمر إيه؟ القضاء. فجمعوا بين القولين، وهذا الراجح الصحيح. وهو نائم مخاطب، نعم مخاطب بأصل، بسرعة، مخاطب بأصل التكليف اللي هو الوجوب، وغير مخاطب بالأداء. وهذا يجمع لك الشتات بأن تقول ولما استطاع الأداء رجع الأمر على الأصل، على أصل التكليف، قلنا له وجب عليك إيه؟ الصلاة، سواء بقى قضاء أو أداء، لأن الإنسان قال من نام عن صلاة أو نسيها ها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام الإنسان عن الفجر، لما قال لبلال احصنا الليل ثم قام بعد طلوع الشمس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحلوا عن هذا المكان ففيه شيطان، ثم توضأ وأمر بلال فأذن وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، إنما عن صلاة المسيح فليصليها واغتمى ذكرها. يبقى هذا الجامع بين القوانين هو الأصح والأسد، هو مكلف في أصل التكليف، أصل الوجوب، ولكن عند الأداء لا، ولذلك رفع عنه الإثم. يبقى معنى رفع القلم هنا يعني رفع الإيش؟ الإثم، ولم يرفع أصل القلم. رفع أصل القلم عند المجنون، وعند الصبي نزاع أيضا، لأن لا تماما لا عقل للمجنون، يبقى رفع أصل التكليف ومن باب أولى رفع الإثم، لكن النائم لم يرفع أصل التكليف. لذلك ترى عندما يتمكن من الأداء لو لم يؤدي ها أثم يأثم فيلحق الإثم، في رفع الإثم وقت الأداء لكن أصل التكليف مع هذا بالنسبة لمن زال عقله بإيش؟ بسرعة بالنوم. يبقى هذا زوال العقل، يبقى لنا في زوال العقل إيه؟ لا الإغماء خلصنا منه، زي أزاف السكر، ما هو السكر ده أشد من المجنون. يبقى من زال عقله بإيه؟ بسكر. هذا بفعل نفسه أو بفعل الله؟ بفعل نفسه. ليش؟ طب ليش بفعل نفسه يا شطار؟ شرب بإرادته. طب ما هو شرب بإرادته، وليش بفعل نفسه أيضا؟ هو ها بسرعة، لأن الله حرم شرب الخمر، صحيح شرعا هو محرم عليه، إما عصى يبقى هذا بفعل نفسه، زال عقله بسكر، هل هو مكلف أم لا؟ الجمهور، وهذه بقى المسألة العظيمة جدا، مع أنهم اتفقوا على أنه قد زال عقله بالسكر على أنه مكلف، ولذلك يوقعون الآثار المترتبة على عقوده، الطلاق يقولون بوقوع طلاق السكران، إذا باع واشترى يرتبون آثار العقود على على عليه وإن كان سكران، يقولون بأنه إيه؟ بأنه مكلف، واستدلوا على ذلك بأدلة، سيب العقوبة، العقوبة دي من باب النظر، استدلوا على ذلك بأدلة، إيش الأدلة اللي عندهم؟ قالوا أما الأدلة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، هو يخاطب مين الله؟ يخاطب مين يا حبايبي؟ ما هو يخاطب المكلفين يا بابا، بس الوصف يخاطب مين يا بابا؟ السكارة، صح؟ طب خاطب السكارة وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة، يبقى معنى ذلك أنهم إيه؟ أنهم مخاطبون، أنهم يعقلون، لأنه لا يمكن القرآن يخاطب أحدا إلا وإن كان، لأنه لا يمكن أن ننزه كلام الله أن يخاطب به غير العقل. ده هو يعني الآن يستقبح أن يخاطب العاقل المجنون بكلام يعقل. أنا كلامي يعقل الآن، مش كلامي معقول ولا غير معقول؟ مش معقول، مش متصور. زايد عاقل وعمر مجنون، وزيد وجدناه واقف مع عمرو ساعة فاستغربنا، مررنا الساعة الثانية فوجدنا زيد يقول: يا عمرو اسمع، والله يعني الصلاة تفيد الإنسان، والحياء من الإيمان، وحسن الخلق يؤسف الناس، والتاني عمال بيضحك في خلاف كلامي، وده ساعتين بيكلمه ليه؟ ما صح، أنت بقى بتخش معاه في الموضوع، صح وبيكلمه ليه؟ يعني أنت الآن لما ترى زيد كلم عمرا ساعة أو ساعتين، هذا معنى إيش؟ ممتاز، هذا الذي أريده. يقول لك مش ممكن يعني ازاي يصبر بالكلام ده مع عمرو المجنون الا وهو ايه؟ مجنون. وده بقى تاخد الحكم من كلام المين؟ المجانين. فلا يستقبح صح ولا لا؟ ان كنا ننزه العاقل على ان يتنزل بكلام العقلاء مع المجنون، فان ننزه من؟ لله المثل الاعلى، الله. يبقى الخطاب هنا خطاب لمن؟ يعقل يا الذين عملوا لا تق، ونحن نقول لهم حق، هذا وجهة نظر من أقوى ما تكون، حق، فإن الله لا يخاطب إلا العقلاء ولا يخاطب إلا من يعقل لأولي الألباب. وقالوا عندنا دليل آخر يثبت تكليف السكران، قلنا ما هو؟ ما زال عقله. قالوا لا، علي بن أبي طالب عندما اختلفوا في حد شرب الخمر
قال ماذا قال عمرو بن الرحمن بن عوف؟ علي بن طالب ينقل ذلك. عبد الرحمن بن عوف يقول عمر بن الخطاب قال اجلده 80 إذا شرب هذية، وإذا هذية افترى، وأقل الحدود حد المفتري. اجلده 80 وين وجه الدلالة من هذا على أن السكران مكلف مخرج؟ سي المخرج، أنت نائب مخرج، أنت مونتاج، اصبر. ها مين الأمر بجد؟ كيف وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ يعني هو المفروض يعني أنت أتيت بالنهاية، نقول هو سكران فاعتبروا كلامه حالة حالة سكري. أنت مش زايد سكران، مش خلينا أسيبه زايد تعبكم جدا. عمير مقبول، عمير سكران، أي كلام يقوله عمير يؤخذ به ولا لا يؤخذ؟ هم يقولون يؤخذ. هنا وجه الدلالة، لأن علي قال عبد الرحمن العوف قال إذا سكر هذية، وإذا هذية افترى، وحد مفتري 80 يبقى اعتبروا ولا ما اعتبروش؟ اعتبروا اعتبروا، يعني كلام حال سكره حال زوال عقله يعتبر، لذلك الثمرة الحكم عليه بأن يحد. بس افهم، بس افهم دي وبعدين خش في شيخنا. افهم، فهمتها هذه ولا ما فهمتهاش؟ هذا افضل ما سمعت، افهم ايه بالظبط؟ يعني ده معناه ان انا الجلسه اللي انا جلستها دي كلها راحت امام منظور. عشان بس ما عنديش نقطه ورا نقطه واحنا مش فاهمين. احيي لك ذلك. هو دلوقتي عمير سكران. ايوه عمير سكران لا يدرك ليه هو يعاقب او يطبق عليه الطلاق اذا طلق او البيع اذا باع. ليه دي بقى تروح تسال تروح تسال علي بن ابي طالب؟ هي عقوبه ده. يا حبيبي افهمنا، لو كانت عقوبة له كما تقول أنت، ما قال علي، ما قال عبد الرحمن العوف إيه؟ إذا هذية، إذا سكر هذية، وإذا هذية إيش؟ افترى، قذف. اعتبروا القذف ولا ما اعتبروش؟ المجنون كلامه لاغي ولا كلامه معتبر؟ هو يجيب بقى عشان ما هو اللي يريد يفهم، لاغي ولا معتبر؟ لاغي. هما الآن اعتبروا كلامه، يبقى أنزلوا منزلة الإيه؟ فاهم بقى حبيبي؟ عقوبة زي سفر الطاعة وسفر المعصية. يا حبيبي يا بابا أبوس إيدك، إيه الفرق بين المجنون والسكران؟ كلاهما لا يعقل. ممتاز، كلاهما لا يعقل. هنا الصحابة أجمعوا على أن المجنون لو قذف المرأة لا يحد، وقالوا في الذي كان سكرانا وقذف المرأة يحد، وده يعتبر إجماع سكوتي، لأن عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك لعمر وعلي بن طالب معه وعثمان بن عفان ومجلس الشورى والكل لم يعارض، فاعتبروه إجماع، يبقى أنزلوه منزلة الإيه؟ العقل. ده وجه الدلالة عندهم. فأنت ممكن تعمل إيه؟ تقول لي لا، طب أنا أعترض، أنا أرد، سأقول لهم هذا ليس لعقلي ولكنه عقوبة له، ده من باب الرد. إحنا بنبين وجه الدلالة عند القوم. فهمت حبيبي؟ هذا هو. يبقى إذن يقولون السكران دلالة واضحة جدا على أنه يحد بهذا الباب. خلاص؟ يبقى إذن قالوا زوال العقل ففيه التكليف. القول الثاني، وده قول جميع الشافعية والحنابلة والرواة عن أحمد والمالكية والأحناف قالوا بذلك، وبعض المحققين من الشافعية والحنابلة يقولون من زال عقله، وده قول المزني من الشافعية، من زال عقله بسكر فهو غير مكلف وإن كان أثما. يأثم أولا لأنه عصى الله وتعدى الحدود، ولكنه غير مكلف. يبقى لو دخل السكران بعد ما شرب، والسكران هذا كان كل ما يدخل على مرض يقول له اتأخرت ليه؟ يقول أستغفر الله قد أخطأت وأسأت، ويقدم الإيه؟ يقدم الهدايا من أجل أن يعني يرضي أسد البيت. فمن كثرة الكبت في قلبه يريد أن يتنفس ليستشعر الرجول على المرأة التي تستجل عليه في البيت، شرب الخمر. إنهم قالوا إذا شربت الخمر ترى نفسك إيه؟ أسد الميدان. وقد كان شرب الخمر وصار أسد الميدان، وما فتح الباب قالت له لما تأخرت؟ قال أنت طالق بال33 بال300 طالق. خافت المرأة وجلست وبكت. طبعا الرجل طبعا لابد يشرب الخمر كل ليلة لينجو من الاستئساد، لكن هنا المحل هل الطلاق وقع أم لا؟ بالثلاثة وقع أم لا؟ هذا محل الكلام. فالجمهور قالوا يقع وبانت منه بنون كبرى.
والكلام الآخر المحققين يقولون لا يقع، وأنا أدين الله أنه لا يقع، بل هو غير مكلف. وسأثبت ذلك. الذين قالوا يقع قالوا خاطبه حال سكره، وما خاطبه إلا لأنه يعقل أو يعتبر من العقلاء. يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. القول الثاني لا، من زال عقله بسكر وإن كان آثما فليس بمكلف. قلنا لما؟ قالوا لأن الإجماع أن العقل مناط مناط التكليف. العقل مناط التكليف، بل يكون له الحجة. كيف يحاسبه ربه على شيء لم يعقله؟ أما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليعلم الرسالة، والذي لا عقل له لا يعلم عن الرسالة شيء. طيب، فقام الجمهور وقالوا وماذا تقولون في أدلتنا، ماذا تقولون في أدلتنا؟ طيب، قلنا لهم الآن طبعا احنا نقول بالنسبة لزوال العقل هذا يدخل تحت النص الصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يرفع القافين. وين جزء الشاهد لنا؟ ممتاز، طال والمجنون حتى ايه؟ حتى يفيق، حتى يفيق، حتى يعقل. يبقى ينزل تحته، يبقى الذي زال عقله بسكر ينزل منزلة الايش؟ المجنون. طيب، قالوا ماذا تقولون؟ إننا نرى أن الكتاب قد خطبه على أنه عاقل وليس بمجنون. قلنا له الآن توجيه الآية توجيهان. التوجيه الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، هذا خطاب حال الصحو، حال العقل، خطبهم حال عقلهم، لذلك قال لا تقربوا الصلاة أنتم. يبقى السياق من المفسرات هو الآن، في حد فاهم؟ السياق من المفسرات هنا الآن، السياق من لا تقربوا الصلاة، إذا هم يعقلون ما يقال، لأنكم إن كان وقت الصلاة قد أذف ولا تعقلون لا تستطيعون الصلاة. يبقى خاطبهم في وقت العقل. يبقى لنا أن نقول أن هذا الخطاب ليس لإيه؟ للذين يقربون صلاتهم سكارى، ده خاص بمن يعقل، يبقى خاطبهم حين يعقلون. والتوجيه الثاني أن نقول أنه لما درج الله تحريم الخمر فكانوا لا يشربون الخمر إلا بعد العشاء وبعد الصبح. يبقى حال السكر عندهم من العشاء إلى إيش؟ إلى الفجر، أو من بعد الفجر إلى الظهر. فيكون الخطاب وقت الصحو لا وقت الإفاقة لا وقت إيه؟ السكر، لأنه لا صلاة من العشاء إلى الفجر، ولا صلاة يعني لا صلاة واجبة، ولا صلاة من بعد الفجر إلى الظهر. مفهوم؟ هذا هو، هذا التوجيه الثاني. قالوا طب ماذا تقولون في الحديث؟ قلنا الحديث هنا أن علي بن أبي طالب لما قال ذلك، وعبد الرحمن لما قال ذلك، قال ذلك إيش؟ تشريعا ولا سياسة شرعية؟ سياسة شرعية، هذه سياسة من عمر، سياسة، لأنه وجد أن الكثير قد هجم على الخمر بلا روية لا يرعوي أحد منهم، فحكم بهذا تأديبا، وليس الأمر على التأصيل الشرعي. بل التأصيل الشرعي أن حد الخمر كم؟ 40. وهذا حديث أنس في الصحيح لما أتي برجل شرب الخمرة قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالنعال والجريد 40 جلدة. هذا راجع صحيح. فوصول ذلك وبلوغ ذلك إلى 80 هذا من باب السياسة الشرعية، من باب التأديب، من باب التأديب، وليس المسألة على اعتبار ذلك. طب ماذا توجه قول عبد الرحمن؟ قال إذا سكر هذه أو هذه افترى حد مفتري. قلنا لا، هو يمثل التحديد، التقريب إلى الحدود، حتى يقول هذا أقل الحدود تصل إلى 80، يبقى أنت لك أن تجلده تعذيرا إلى أن تستمر وتتعداه. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضرب فوق 10 أصوات في التعذير، يعني إلا إيه؟ أو في بعض الروايات إلا أن يبلغ الحد، يعني له أن يضرب تعذيرا إلى أن يبلغ أقل الحدود ولا يتعدى، لأنه لا يمكن بالتعذير أن يصل إلى الحد، خلافة لمالك الذي قال يصل للقتل. مفهوم؟ مش مفهوم؟ توجيه كلام عبد الرحمن بن عوف أنه يقول طب أنت عندك حد المفتري هو ده أقل الحدود، يعني عند عبد الرحمن يرجح ذلك، أقل الحدود حد المفتري 80، كأنه يقول ولك أن تضربه إلى أن تصل إلى ولا تتعدى. هذا توجيه قول عبد الرحمن بن عوف، وليس المسألة اعتبار قول الذي يهدأ، لأنه قال هدي وبالإجماع الهذيان لا اعتبار له في إيش؟ في الشرع. بالإجماع الهذيان لا اعتبار له في الشرع، بهذا يترجح بأن السكران غير مكلف وإن كان بأمر نفسي.
والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا في مسألة مهمة. ما هي يا شيخ عبد الرحمن عشان لا تنام؟ لأن هذه المسائل لا نوم فيها. العلم لا يصح فيه النوم إلا أن تكون مثل المزي فنقبل منك. إن كانت الكرامات بتنزل عليك المزي فنحن معك. ابن كثير زوج بنت المزي، تعرفون المزي صاحب تهذيب الكمال الفح من أصلين المحدثين المتأخرين، كان ابن كثير يقول رأيت منه عجبا أو رأيت فيه عجبا. طلبة الحديث يقتزون في مجلس الحديث ويهتمون بالكتابة والسماع والإصغاء، وهو إيش بيحلم، يريد تفسير الرؤية، ينام. فإذا استفاق قال طلبة العلم نمت يا مزي، يقول قد حدث المحدث بكذا وكذا، ويسرت كل الأحاديث، حتى الذي نسي حديثا يكتبه يضبطه من مين؟ من النائم، من المزي. هذه بقى الكرامة. فإن كنت مزيا فلك ذلك، فإن ادعيت هذا قبلناه، فإن لم تدعي يبقى لا نقبل أن ننام في مجلس العلم. ها أنت مزي؟ لست كذلك. إذا أجب. طب ننظر بقى كم واحد نايم. إيش السؤال؟ في الإخوة الطيبين إيش السؤال كانوا؟ سلسلة عن دليل. ما نقولنا الإجماع على أن الهذيان لا يؤخذ، لا يعتبر، الهذيان لا يعتبر. الدليل على كده صحيح يدخل فيها هذا، لكن في أمر آخر. رفع القلب. حديث سكر سيدنا حمزة. ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. حمزة تكلم بكلمة الكفر ولم يحكم عليه بذلك. لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يرى الناضح قد قسمه في القتين حمزة رضي الله عنه أرضاه، وكان ثملا كان مخمورا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حمزة ماذا تفعل؟ فقال له من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أو آبائي. يكلم من؟ لما يقول له ذلك هذا كفر، ولم يقف ولم يقف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه تعال ارجع تراجع، الأمر انتهى، هذا مخمور زي العقل، يبقى لا يعتبر. مفهوم هذا الكلام غير مفهوم. خلاص بعد ايه ده، انت عايز، انت بقالك ربع ساعه نايم، ارجع للكلام هذا ونجد به. احنا بنتكلم على الهذيان حتى نرد على احتجاج القوم بكلام عبد الرحمن بن ايه ابن عوف، مفهوم؟ يبقى اذا الراجع صحيح، السكران الذي زال عقله ليس بمكلف وان كان آثما، هذا لمن زال عقله. هذا الشرط الاول، وهو شرط العقل للتكليف. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، دون السؤال. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ شرط لصحة التكليف بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم. وهذا بالإجماع بأن الصبي لا صلاة عليه ولا صيام ولا حج ولا صدقة، يعني زكاة المال ليست عليه، صحيح؟ خطأ، الزكاة من باب الوضع عليه، صحيح. طب كسر عمير السيارة لزيد، عليه العوض من العوض، هو بيقولوا كده. هو طبعا عليه أن يضمن ضمان المتلفات من باب إيه؟ أحكام الوضع، من باب أحكام الوضع، لأن يعني هذه تعلقت بها حقوق الغير فلا بد أن تؤدى. طيب الدليل رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يحتلم. طيب كيف نعرف أن الصبي قد احتلم بلغ التكليف أم لا؟ بأمور، بأمرات وعلامات ثلاثة. العلامة الأولى الإنزال،
العامة الأولى الإنزال سواء بمنام أو بجماع، هذه علامة البلوغ. لكن أنا أتساءل ما الدليل على ذلك؟ كل أصوليين يذكرون ذلك ولا يذكرون دليلا، ما الدليل على ذلك؟ أن الإنزال علامة على البلوغ. أطفال ممكن حلم فيستأذنوا كما استأذن الذين دي آي. أنت سرقتها من صاحبك. فإذا بلغ الأطفال الحلم إيش بقى؟ وإذا بلغ الأطفال الحلم خل بالك البخاري يقول إذا استشهدت فإذا أو إذا فصح، حتى هو في الآيات كان يضع واو قبله من باب الاستشهاد، وإن كان الأصح أن نقرأها على ما أنزلت لأن لا زيادة ولا نقصان في القرآن نتكلم عن استشهاد. لا ده أنت لازم ترد لأن القرآن لابد ما ينفعش بقى. الحديث بالمعنى صح لكن القرآن لا. كده الصبي عاقل لو دخل عرف إيه اللي بيحصل. وصحيح الآية تدل على إذا بلغ الأطفال منكم الحلم دلالة واضحة جدا على أنه إذا بلغ الحلم صار إيه؟ صار مكلفا، فلذلك لابد أن يسأل. وأيضا في حديث يثبت ذلك قوله السلام إنما الماء من الماء، تبون وجه الدلالة في هذا الحديث على أن من أنزل بلغ الحلم. ممتاز. أمر المهندسين ابتدوا يتفتحوا، الله يا رب يا رب افتح المهندسين يا رب. ممتاز، الآن تتفتح الأذهان أهو بهذه الطريقة. نعم، لما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء يعني يجب عليه الاغتسال بنزول الماء، يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما كلف ما أمر إلا أو ما أمر إلا أنه محل إلا أنه محل قابل لإيش؟ للتكليف. فقال إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال وجوبا من الماء إذا احتلم به المرء. ذاك المرأة لما دخل أم سليم لما دخل أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. طيب، يبقى هذه ثلاثة ستأتي علامات ثلاثة مشتركة فيها الاشتراك بين النساء وبين الإناث والذكور. يعني يبقى الأولى الإنزال، الثانية الإنبات. الإنبات وأصل الدليل على أن الإنبات دلالة على البلوغ هو حديث ابن عمر في حديث القرظيين بني قريظة، في بني قريظة عندما قال سعد ابن سعد بن معاذ أنه حكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم في بحكم الله من فوق سبع سماوات، فكانوا يأخذون الرجال الذين فيهم صلابة يقاتلون ليقتلوا، فإذا كان صغيرا ويشكون هذا رجل أم لا كانوا يكشفون عن إيش؟ عن هذه العورة، وهذا كشف العورة من باب دراسة تباح المحظورات، لأنه حكم قتل. فمن أنبت، وذلك محمد بن كعب القرظي قال فكنت بحمد الله ممن إيه لم ينبت فتركت ودخل الإسلام وأسلم بفضل الله جل في علاه. فمن أنبت قتلوه، فإذا هم عاملوه معاملة الرجال إذا رأوه إيه قد أنبت. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنها علامة من علامات البلوغ أيضا التكليف. يبقى إذن هذه علامة البلوغ الثالثة. إن لم يكن الإنبات ولم يكن الإنزال نسأله عن السن، فإن بلغ 15 سنة فقد بلغ، والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان قد ابن 14، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليه يوم الخندق وقد بلغ سن 15 فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان أقل من 15 سنة لم يقبله، ولما بلغ قبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أيضا على علامات البلوغ. يبقى هناك هذه مسألة البلوغ فيها ما فيها من بعض النزاعات في مسألة الصبي. إذا كان الصبي غير مكلف لما أمر بالصلاة؟ إن كان غير مكلف هذا إيراد يرد على من قال بأن الصبي لا يبقى غير مكلف، يبقى كل صبي لا يصلي لا يصوم أنت ليس لك أن إيه؟ أن تعاقبه، لأن الله لا يعاقبه، هو غير مكلف، صحيح ولا لا؟ ولكن هنا جاءنا نص مروا أولادكم بالصلاة عنده واضربوهم عنده، مع أن 10 هنا فيها دلالة أنه الاحتمال أكبر أنه يكون إيه؟ لم يبلغ، ومع ذلك قالوا اضربوه، لا لم يبلغ التكليف. وليون هو المكلف. دعك من هذا، نتكلم على الصبي الآن. مروا أولادكم، فهل هذا تكليف للصبي أم لا؟ نقول هو العلماء يقولون هو تمرس وتدريب للصبي، تمرس تدريب للصبي، وإن لم يفعل لا يأسف، مع أنه سيعاقب. قلنا هذا العقاب من باب التعزير والتأديب، واضربوه، لأن ذاك ابن مسعود قال عودوا الأولاد على الطاعة فالخير عادة،
كده لابد انت الشيء الوحيد تعمله لاولادك انك تساله في كل صلاه صليت وتاتي لقيام الليل فقط تجعله يعتاد الطاعه وهذا افضل تربيه له لان الخير عاده اذا رسخت لا تزول اذا رسخت لا تزول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر الاولياء طب هنا الاولياء ياثمون ان لم يفعلوا هذا في نزاع بين العلماء ليش لانه امر لمن لم يكلف غير مامور فياثم له وكان الراجح صحيح انه لو توانى وتكاسل في امر ولده وضرب عند العشر ياثم بذلك فهو امر ليه للولي وهذا على ما رجحه المحققون يبقى لنا الكلام على مساله الاختيار وايش والإسلام هذه من الشروط شروط التكليف الاختيار والاختيار قيد يخرج به المكره الذي لا اختيار طبعا يبقى لابد له إرادة فيخرج به من زالت إرادته وتزول الإرادة بإيش بالإكراه فهل المكره مكلف أم لا الحق لابد أن نقول المسألة فيها تفصيل لأنه أقوال يقول المكره مطلقا غير مكلف المكره مطلقا مكلف وهناك تفصيل والتفصيل هو الراجح الصحيح ما هو التفصيل؟ نقول الإكراه إكراهان إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ الإكراه الملجئ هو ما يكون فيه التنفيذ يقينا أو بغلبة الظن ما يكون فيه تنفيذ يعني إيش؟ إنفاذ ما قاله وهدد به المكره يقينا أو بغلبة الظن أي نعم يلجئ إلى الفعل فهذا على قول المحققين من جمهور أهل العلم أنه غير مكلف وعلى تفصيل أيضا في جزئياته كما سنبين وأما الإكراه غير الملجئ فأيضا باتفاق أنه مكلف إيه غير الملجئ يقول له إن لم تضرب زيدا أنا أخاصمك شهرا خصمه حتى لو تعمل انت الذي يهجر اخاه والعاصي مفهوم؟ او يقول له والله والله ان فعلت ذلك انا ساخذ منك درهما واحدا، طبعا الدرهم ملايين صح ولا لا؟ الدرهم يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر، اذا الاكراه غير الملجئ فانه ايه؟ فانه لا يزول معه التكليف ومثله ان يغلب على الظن انه يهدد فقط ولا يفعل، يقول ساقتلك ساقتل اولادك سافعل وهو يعلم انه لا يستطيع، كرجل قصير القامه ضعيف البنية يقول لرجل جبل ضخم إذا فعلت كذا والله إن لم تفعل لأقتلنك إيش لا يحدث بقى هنا نفس واحد وهو نايم حيطير رجل في الماء يبقى إذن هذا الكلام نقول هذا إكراه ليس إيه غير ملجئ يبقى لا يزول معه التكليف مفهوم نبقى مع الجزء الأول مع الجزئية الأولى وهي الإكراه الملجئ فيه تفصيلات أيضا لأنه يكون إكراه ملجئ للزنا إكراه ملجئ لشرب الخمر إكراه ملجئ لإيش للقتل إكراه ملجئ للسرقة إكراه ملجئ للطلاق المفردات هذه بأسرها الجماهير متفقة على أنه لو أكره على الطلاق لو أكره على الطلاق طبعا خلاف الأحناف قل خلافا للأحناف لو أكره على الطلاق طلاقه لا يقع لأن الإنسان قال لا طلاق إلا لا طلاق في إغلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ان الله رفع امتي الخطا والنسيان وما استكره رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه فاذا الطلاق لا يقع وان سرق لا ياثم وان تكلم بكلمه كفر لا يكفر لقول الله تعالى الا من اكره وقلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال لعمار عندما تكلم فيه وبكى قال له كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن قال فإن عادوا فعد يبقى لا يؤخذ بها لا يؤخذ بها هنا هذا باتفاق دعك هذه أيضا اتفق عليها الأحناف أما الطلاق وأما الزنا وما اختلف فيها الأحناف الأحناف قالوا طلق ليرفع عن نفسه الضر فيقع الطلاق الإرادة موجودة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال البنيات وقال الله جل في علاه الطلاق مرتان هو قد طلق فطلاقه لدر الضرر الذي ساق عليه فيقع الطلاق وجمهور المحققين يقولون الطلاق لا يقع والنص معهم ونحن نقول النص يقدم على القياس لا شك هذا القاعده الاصوليه لا شك هذا مع النص ايش النص لا طلاق فيه اغلاق ولذلك نقول المغطى العقلي لما اذا كانت امراته يعني اشتد غضبه عليها حتى انه غلب على عقله لا يقع الطلاق شرب الخمر شرب الخمر لا ياثم لا ياثم يعني لو اكره على شرب الخمر لا ياثم طب لو كانت المسألة على الزنا الأحناف يقولون لا إكراه في الزنا قالوا لأن الإكراه يحتاج إلى انتشار والانتشار لا يأتي إلا
بشهوة وإرادة يبقى إذن لا إكراه مثل الطلاق. في حد فهم شيء؟ موفين؟ اسمه بس مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا والله الجانب هذا الهادي البحر الميت مفهوم؟ شو مش والله ما تقولوش مفهوم كده ضاع العلم أنا مستحي ومستكبر. مفهوم؟ مفهوم؟ أنا على شك والله. أيوة نعم. الآن الأحناف يقولون زيد أكرهه أخذ السيف على رقبته أن يزني بهند. اللهم عافنا وعاف المسلمين يا رب. طيب فهنا الجمهور يقولون ولو زنى لا يحد ولا يأثم عند ربه لأنه إيه؟ مكره. وإن كانت الشهوة نزلت بإيش ولو كانت قضى وطره بشهوة أيضا فإنه لا يأثم لأنه مكره على ذلك إلا من أكره قلبه أو قلبه مطمئن بالإيمان. الأحناف قالوا لا يمكن لأنهم لا يتصورون عقلا. هذا اجتهاد مع النص والآن لا يتصورون عقلا جماع بلا إرادة. قالوا لأن الجماع يحتاج إلى انتشار والانتشار لا يكون إلا بشهوة والشهوة لا تكون إلا بإرادة. هو الحمد لله بين لك ذلك وهذا المفروض تعرف هذا يعني رأي هذا رأي الأحناف. ايه الغرابه فيه يعني؟ ايه الغرابه فيه؟ كلام شاذ ضعيف رفع عن امه الخطا والنسيان وهو استكره عليه. هو فيش اكراه ما فيش وجه للاكراه. ما هو السكين على رقبته. هو ماشي السكين على رقبته ينطق بكلمه كفر يسرق يزني. لا ما يقدرش ما يزني. ليش؟ لانه ده ليس وقت شهوه. ده وقت يا شيخ الان السيف على رقبته واتى بالمراه قال ادخل ذكرك في فكها. لا يستطيع. كيف لا يستطيع؟ هو ليه؟ لا هو يا شيخ هو المشكله كلها انا فاهم. هو الاحناف قالوا ده. الاحناف يقولون لابد من ايش؟ الانتشار لا يكون الا بشهوه واراده. فمفهوم قلنا له طيب خلاص هذا بعقلك. صحيح ولا لا؟ بالواقع. لكن احنا نقول بالواقع يكذب ذلك. الواقع يكذب ذلك. واقع أنا ما أريد أشرح واقع في واقع معين. وقعت المرأة على الرجل لا وقع الرجل في المرأة على المرأة. ما بتفهمش الكلام دوت. واقع وقع واقعا ووقعت المرأة بواقع على وقع الرجل. هو تعبان مش قادر يتصور هذا الوقت عند الانفراد. حبيبي لك أن هذا واقع حقيقة فلا يأثم لأنه مكره. مفهوم؟ أما كلام الأحناف هو خلاف معتبر. لكن الصحيح أنني عندي نص صريح يقول إيش؟ رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا الإكراه لا تكليف مع الإكراه على الراجح الصحيح. يبقى لنا إيش؟ الأخير لا القتل. القتل هنا العلماء يقولون مش القتل. العلماء يقولون لا إكراه في القتل باتفاق. باتفاق نفسك ليست بأعز عليك من إيش؟ من نفس أخيك. نفسك ليست بأعز عليك من نفس أخيك. لا يجوز بحال من الأحوال إذا أكرهك زيد على قتل عمرو لا يجوز لك أن تقول إن قتلت عمرو تقتل به قصاصا وإلا فعقابك عند الله أليم. لا إكراه في القتل بحال من الأحوال لأن مسألة سفك الدماء أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها. وإذا قال لزوال الدنيا أهون عند الله من إيه؟ ها أهون لا أهون عند الله من قتل سفك امرئ مسلم. ابن عباس يطوف بالكعبة وروي مرفوعا ويقال له أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني بسند مقارب قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب دما حراما بلح. أربع عقوبات في الكتاب لمن تجرع على الدماء البريئة. ماذا قال الله جل وعلا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له إيه؟ عذاب. نعوذ بالله من الخزان. أربع عقوبات. لذلك في بعض الروايات قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة وهو ذهب يقتل أهل الكفر فرجل خشى من أسامة لما تمكن منه كان يقتل في المسلمين يعمل القتل المسلمين قال لا إله إلا الله فقتل أسامة. لما قال لا إله إلا الله أسامة يصف يقول كف عنه الأنصاري لكنني قتلت بالرمح.
فلما ذهب وقص عليه السلام فقال له أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله لتعلم عظم دم المسلم؟ أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا. قال وماذا تفعل بلا إله إلا الله عند يوم القيامة؟ ماذا تفعل؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعد قالها؟ فقال أسامة ماذا قال؟ كلمة تهز الأركان، ترتجف لها القلوب والأبدان. إيش قال؟ قال تاني ما أسلمت قبل اليوم. شدة مراجعة الإسلام له على استباحة هذا الدم البني، لذلك أجمع المؤمنون أنه لا إكراه في قتل الغدر، ويقتل يقتل شهيدا، لكن لا يقتل، لأنه لو قتل يقتل به ويكون عند الله قاتل، ويكون قد أتى كبيرة عظيمة جدا. قال فيها زيد بن ثابت، قال فيها ابن عباس لا توبة للقاتل، وكان الراجح أنه لا توبة، لكن لا إكراه في ذلك. يبقى لنا إيش؟ في شيء يبقى لنا ثاني؟ الإسلام ممتاز. الإسلام شرط في التكليف عند الأحناف دون الجمهور. الجمهور يرون أنه الإسلام ليس شرطا في التكليف، ولذلك برزت لنا على الساحة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني يعذبون على الصلاة على الصيام؟ نعم، يخاطبون مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالصدقة بالصلاة بالصوم بالحج بقيام الليل، مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الأحناف قالوا ليسوا بمخاطبين، وعندهم أدلة. قالوا لأنهم أولا عقلا، هو أدلة عقلية بأسرها، قالوا أولا لأنهم غير مسلمين، واشترط الله في كل العبادات هذه ليقبلها أن تكون من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، طيب لابد أن يكون مؤمنا، يبقى قالوا إذن لو أتى بها لا تقبل، لو أتى بها لا تقبل، ولو أسلم لا قضاء عليه. باتفاق هم يجرون المتنازع فيه المتفق عليه، الجمهور يقولون مخاطبون بفروع الشريعة، وهم يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فقال الأحناف نرد المتنازع فيه للمتفق عليه، قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم، من المتكلم؟ لمن؟ للجمهور. قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم بأنه إذا أسلم فلا قضاء عليه، وأنه إن أتى بها حالة كونه كافرا لا تقبل. رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه، إذن هو ليس بمخاطب. هذه مقدمة أتت بنتيجة عند الأحناف. الجمهور ردوا الصعب الصعيب. الجمهور قالوا نحن وإن كنتم أهل قياس نحن أهل أثر أولا، لأننا نقدم الأثر على النظر، والنظر الصحيح لابد أن يوافق الأثر الصريح. العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض الأثر الصحيح. قالوا وما عندكم من الأثر؟ قالوا عندنا من الأثر الذي يثبت بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله جل في علاه ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. الغيبة أوقعتهم، وهذه عدم الصلاة عدم الصدقة عذبوا بها، صحيح ولا لا؟ وأيضا قول الله جل وويل للمشركين الذين لا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم الخطأ كافرون. قال الذين لا يؤتون الزكاة فهنا عقابهم لأنهم لا يأتون، مع أنهم من المشركين، تقريرهم من الآية أنهم من المشركين وأنهم لا يأتون الزكاة. الكلام مفهوم ولا لا؟ أيضا من الأدلة استدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه سورة إيش؟ سورة نون أو سورة الحاقة؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سمع إنه كان لا يؤمن، هذا الشاهد هو الآن إنه لا كان لا يؤمن بالله العظيم، يبقى إنه لا يؤمن بالله العظيم. ائت الآل بعدها تكون شاهدا، إيه بقى؟ ولا يحض، هذا فروع شريعة هو الآن، لا يحض على طعام المسكين، هذا فروع شريعة. قالوا عندنا الأثر قد أثبت ذلك، إذن هم خاطبون في فروع الشريعة. والحكمة من ذلك إن سألتمونا وما الحكمة من ذلك وأنهم لو أتوا بها لا تقبل، قلنا زيادة في النكاية وفي العذاب، يزداد عذابهم بأنهم لم يأتوا بهذه العبادات. قالوا كيف أنتم تقولون إن أتى بها لا تقبل فكيف يزداد عذاب؟ قلنا لأنه المانع بيده أن يزيله. المانع من القبول هو إيه يا نائم؟ المانع من القبول هو إيش؟ جنون. أنت ترى رؤيا والآخر عايش في وادي آخر مع عمر 25 ليس معنا الآن. المانع من قبول صلاة الكافر إيش؟ أنه غير مسلم. طب المانع بيدي ولا مش بيدي؟ اسمروا إيش هو؟ ممتاز. قلنا لو أسلم تقبل صلاة، أذن المانع بيدك، يبقى أنت ستحاسب محاسبة مضاعفة.
لأنك الذي تمسكت بالمانع وما أزلته. يبقى إذن الحكمة زيادة في الإيش؟ في النكال وفي العذاب. وقالوا عدم أمره، رد عليه، وعدم أمره بالقضاء من باب التخفيف، باب التخفيف. وجاءنا الشرع، وجاءنا الشرع بالإسقاط، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإسقاط جاء من الشرع. ماذا عن حديث معاذ؟ بس ننتهي، ننتهي والسؤال لك. يبقى إذن الكفار مخاطبون بفروع أشياء زيادة في النكال وفي وفي العذاب. طبعا ما الغرض ممتاز، الغرض المقصود أن أقول أيضا أنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. سعد بن العاص هو لما أسلم أشارة يجب من قبل. لا هذه غير تلك، هذه غير تلك، هذه تسقط تسقط. الدليل أنها تسقط. لو بيتكلم بيقول لك لو سقطت ولا قضاء يبقى غير مكلف. قلنا لا لا، هو مكلف، والإسقاط من باب التخفيف والتيسير على عباد الله حتى لا ينفر الناس من الدخول إلى الإسلام. بعد أن نكون انتهينا من هذا الباب، وندخل بعد ذلك في الشروط التي تتوفر في المكلف به، في المكلف به وهو الأمر. قولي هذا، استغفر الله. لو في أسئلة تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعث اليمن، فكان بالترتيب يعني صح، لا 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 إلا الله فيأمرهم بالصلاة وهكذا. هذا للأداء، هذا الأداء، أليس فيها دلالة أنه غير مخاطب؟ فإن أطعوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم كذا وافترض عليهم كذا للأداء، فهمت؟ لكن هو ابتداء مخاطب بها، يعني يعني بمفهوم المخالفة إذا هم لم يجيبوك أو لا لا إله إلا الله لا تأمرون بالأداء وهم مخاطبون، وهذا لا ينفي أنهم مخاطبون به، فهمت كيف؟ لذلك صدق تأخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، ده دلالة على إيه؟ على الأداء. فالكلام هنا في الترتيب للأداء. نعم تفضل. التعذير لولي الأمر أن يعذر أي أحد تعدى الحدود دون أن يصل إلى الحد، يضربه أصوات، يحبسه يوما يومين ثلاثة، هم يعذره بعض التعذيرات، ولي الأمر يعذره من باب الزجر والتأديب له ذلك، لكن لا يصل به إلى حد من حدود الشرع. هذا لولي الأمر له أن يفعل ذلك تأديبا وزجرا وتهذيبا، وهذه لولي الأمر. التعذير يعني التعذيب، يعني التأديب والتهذيب مش التعذيب، التهذيب بالهاء وليس بالعين. قال في نعم قال خرج عن هذا الميدان ففيه شيطان. تصلي جهرية أي نعم، بل يؤذن ويقيم لها ويصلي ركعتين الفجر بعد الرغيبة ثم يصلي الفجر بعد ذلك. تفضل. كم مرة نيجي نتكلم على العالم، من هو العالم المفروض من الناس المتبع؟ شرط من الشروط، فأنت عايزنا نجمع لك كل الشروط جزئية. لا انتوا حددوا معايا، حددوا معايا الان، وانا انا اليوم اللي هتخرجوا لي اليوم ده لو سمحت صدر الباب قبل اي درس صدر، بس لا نلغي، مش هننفي الدرس يعني، هتطولوا معايا، هبدا هصدر الباب بالكلام على صفات العالم الذي يؤخذ منه الان. حددوا بقى انت الامر اليكم، الامر اليكم. ورد سبت ده العجله يعني سبحان الله. وطبعا انا حاضر سفر، انا عامه حقا من ارض التوسع انا ليا اشرطه اربعه في صفات العالم الذي يؤخذ منه في عضو المسائل، أربعة أشرطة، كل شريط ممكن يوصل لساعة لربع ساعة، ساعة ونص، حاجة زي كده. أربعة أشرطة اضرب في النت أخوها هيطلعوا لك في يوتيوب، بس في يوتيوب الراجل قال لي 300 قطعة وانت قلت لي 15، كل واحد بقى لنظره، ما كل مهندس وليه طريقة، فأنا ما أنا ما فهمش. انت ادخل هتدرس في اليوتيوب، ابعثها له، خد ابعثها له، هو اللي مقصر، الأربعة عنده، هو كان المفروض يبعثها للإخوة. ومع ذلك سأجمل الأشرطة الأربعة في درس واحد حوالي 20 دقيقة وبين فيها صفات العالم الذي يأخذ منها. شيخ صلاة الوتر اللي نام عليها وأذن الفجر يقضيها، لأن ابن عباس بسند صحيح كان يقوم بعد أذان الفجر فيقول يقول لمولاه الكريب أو لغيره، يقول لمولاه يقول أدخل الفجر؟ يقول نعم، فيصلي الوتر بعدها، يعني يصلي الوتر يصلي، إلا أن يكون تركها تكاسلا،
تركها نوما تركها انشغالا لو تركها تكاسلا لا. مثلا واحد بيقول حقوم مثلا اصلي قبل الفجر. نعم فما استطاع له ان يقضيها بعد يصلي الوتر ثم يصلي سنه الوتر الفجر ثم يصلي الفجر. نعم تفضل. نعم لو تركها تكاسلا لا سقطت عنه لا يقضيها يكثر بقى من نفل المطلق. ما يقتل ما يقتل ليس له مندوحة بالقتل. لو وصلنا ان هو يتحمل العذاب ده في مقابل ان هو ما يقتلش انسان يحرم الدم ده فما يكونوش برضه تتحمل العذاب ده في مقابل ان انت ما تفسدش امرأة صغيرة في الزنا. لا 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 الاتفاق العلماء قالوا ان المرأة اذا عرض عليها ان تكفر او يزنى بها تترك نفسها له فدينها اهم من عرضها. الدين مقدم على العرض والنفس مقدم على العرض ايضا. يعني انت ترتيب الاولوي الدين والنفس مقدمان على العرض. واذا فضلت هي العكس والله بعض العلماء يقول بقى تفضلت هي العكس فاخذت بالعزيمه دون الرخصه ولها ذلك. لكن علما علميا وجب عليها عند بعض العلماء ان ترضخ لذلك الاخف لدفع الضرر الاكبر. لانه اذا تعرضت مفسدتان باتفاق ضرر المفسده الكبرى بارتكاب الدنيا هذا باتفاق العلماء في هذا الباب. هو من قتل من اجل عرضه من اجل هذا امر اخر فهو شيء لا مانع. بعضهم قال ذلك قلت لك بعضهم قال ذلك لكن الصحيح علميا إذا كان النفس والدين أمام العرض تعطي العرض دون النفس والدين لأن ده أدنى الأعلى النفس والدين ولا العرض النفس ولا الدين. ده تظهر بقى كلمة الكفر ده أمر آخر دي الرخصة اللي بنتكلم عليها. أنا بنتكلم على أمر آخر هو أعرف سؤاله فلذلك أجبته على ما يريد. طبعا احنا قلنا دي يشترك فيها الثلاث. جيد انك ذكرتنا جزاك الله خير. تنفرد المرأة بالحيض وتنفرد المرأة بالحمل. طب تنفرد المرأة بالحيض بدليل لا يقبل الله صلاة حائض حتى إلا بخمار يبقى قيد وقال صلاة من الحائض. وهذه باتفاق العلماء أن الصغيرة تصلي بشعرها تصلي بشورت تصلي كيف ما شاء. وذلك زينب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلعب حتى بين يديه فإذا صلت كيف ما صلت جاز لها ذلك باتفاق العلماء. فلما قيد مثلا قال لا صلاة لا يقبل صلاة حائض يعني بلغت المحيض مش حائض انها حائض نزل عليها الدم لان بالاجماع لو نزل عليها الدم ايه يجوز لها الصلاة قاعدة مش قائمة صح ولا لا؟ لا صلاة بحال. يبقى هذا المعنى ان حالة كونها حائض. نعم. وايضا الحمل دلالة على البلوغ لان الحمل لا يكون الا بحيض. ممتاز. تفضيل نساء اهو يا باشمهندس عندك شطر فضيلك الشطر الاخر. لو أن رجلاً خرج عليه قطع الطريق فما الأولى له أن يقتل دون ماله أم لا يعطيه المال ولا يقتل؟ الأولى أن يعطيه المال ولا يقتل. في خلاف؟ لا أنا ما أعرف فيها خلاف. يعطيه المال دون أن يقتل إلا إذا كان هو غالب على ظن هو ممكن يقتله هو. الحديث من قتل دون ماله هو هذا أنه غالب على ظن أنه سيقتله فقتل فما استطاع أن يقتله فقتل. يعني لو قتلت قطع الطريق مش على ذنب؟ هدر دمه هدر. نعم شيخ بالنسبة للولد مثلا احنا قلنا يؤجر على الصلاة وعلى الأشياء يؤجر. قالت لهذا حج وهو رضيع قال نعم ولك أجر مثلا في الصلاة. إذا الولد صلى بدون شروط الصلاة بدون استقبال لا مثلاً. لا لو استتمت شروط الأركان معه في الصلاة فلا أجر فيها لكن لو اختلت شروط الأركان فلا صلاة. يعني ده دخل من غير وضوء وعمال يلعب في الصف هذه ليست صلاة. لا تقبل. من السؤال هل انغلب على ظن أن قطع الطريق ده هو اللي هيقتله يديله المال ومع ذلك هو قاتله هل ان قتل فهو يكون شهيدا؟ ان شاء الله يكون شهيد ان شاء الله لكن انا اخشى ان يكون قد اثم بهذا. لكن العلماء يقولون شهيد جمهور العلماء يقولون انه شهيد لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. بالنسبه للزكاه هي تؤخذ من مال الاغنياء سواء عاقل او مجنون او صبي او تعطى للفقير عاقل مجنون ولا طبعا عاقل مجنون والمجنون ملوش حق انه ياكل طالما مسكين يا اخي طالما وصف المسكين فيه يا اخي. الطفل هنا لابد يكون له من قصد منين؟ لا يشترط
لا انت في الاسئله. يكون مالك للمال المجنون يكون وليه مالك للمال وهو ما في ملك يدخل له ذمه له ذمه ماليه له ذمه ماليه ذاك يصب لكن ليس له تصرف كالمحجور عليه بيع العربون في خلاف الجمهور يرون ان بيع العربون لا يجوز لان في هناك حديث السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون والحنابله يقولون بيع العربون يجوز وقالوا من الحديث ضعيف واستدلوا بروايه بسند صحيح عن عمر بن الخطاب انه جاء لبعض اناس في مكه اشترى منهم ارضا ليجعلها سجنا من باب التعزير فقال له هذا عربون فان اتيناك فاكملنا الصفقه فهو من 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 تمام الصفقه والا فهو لك فقالوا لأنه والحق بأن العربون هنا يعتبر رفع ضرر على الرجل وإن كنت أقول بأن الحديث حسن كما قال الجمهور مثلا فلابد أن أقول بيع العربون حرام لا يجوز لكن يجب على الذي رجع في الشراء أن يرفع الضرر على البائع لأنه ممكن يكون يوقع به الضرر والقاعدة متفق عليها بالإجماع لا ضرر ولا ضرار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.